المتصل الآخر تفضلوا. الأخ كرار. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم والله الله، شلونك؟ بارك الله بكم. الله يحفظك مولاي. بسؤال على الصيام، إذا أصوم بدون سحور ما في إشكالات؟ صيام بدون سحور؟ نعم، خدمتكم. سؤال آخر عندك له هو هذا سؤالك؟ نعم، عندي سؤال آخر مولاي. تفضل. وعلى البيت والشربات يشتغل بالمواشي بالحلال. بلي. إيه. ومثل ما أقول السلعة. شنو؟ مثل هاي السلعة اللي نشتريها مليون دينار. يا أخ كرار، التتبيع حلال. نعم. وشنو ما تذكر سعره؟ يعني شو ما تذكر سعره؟ مثلا نشتريها مليون، وقول نشتريها مليون ومية مثلا. عفوا، أنت مشتريها بمليون؟ تقول أنا مشتريها بمليون ومية؟ نعم. أنت مشتريها بمليون؟ أنا مشتريها من مني مثلا، أقول أنا مشتريها مليون ومية. تقول له أنا مشتريها مليون ومية، أنت إيش قد ما تريد أخذها؟ هيك تقول له؟ نعم. يعني ما تذكر سعر، وانما تطلب من الرجال هو يحدد لك سعر. نعم، خدمتكم. الاخ كرار يقول احنا يصير نصوم بدون سحور؟ بلي، ما في اشكال انسان يصوم بدون سحور. السحور واكل السحور وتناول السحور ليس شيئا واجبا، وانما شيئا مستحبا، انسان ان ياكل السحور حتى لا يتأذى كثير في النهار من الجوع والعطش. أما إذا واحد يقول لا ما إذا أنا أسحر، إذا أبقى أصوم بدون سحور، لا إشكال في ذلك، وصومه صحيح بلا إشكال. يقول أنا أشتغل في الحيوانات، يعني يبيع حيوانات، يقول للمشتري يعني طريقة البيع، يقول أنا مشتري هذه مليون ومية، بيش تأخذها؟ هالشكل يقول له. فهي طريقة صحيحة؟ في الواقع إخواني هذه يعني حسب تعبيرنا هذه مفاوضات، يعني هذه مماكسة، أو هذه نوع من العملة. جيت عامل، فإذا قل يابا أنا أشتري مليون ومية وخمسين، فإذا تقبلت يعني المعاملة صارت. فهذه المفاوضات إن صح التعبير، أو هذه المقاولة فيما بينكم، هذه عملة مو هي العقد. العقد يوم اللي تقول له بعتك وذاك يقول اشتريت، هذا هاي العملة صارت. فأي مبلغ هو يقوله وانت رضيت به وتبيعه بذاك المبلغ، فبيعك صحيح لا اشكال فيه. نعم، عندي دار خلية يا الجعفرية، يا الجعفرية دار خلية. الاخ ابو احمد، يا أبا أحمد تفضل. أبو أحمد الناصري، رئيس سيد بسنسيد. تفضل أتكلم معاك. تفضل أخ أبو أحمد، تفضل. مولانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا أنا عسكري جريح. عسكري؟ عسكري جريح. جريح؟ إيه جريح. بلي، عافاك الله. إيه الله يسلمك. الله، أداوم يعني، بس أروح أستلم راتبي وأرجع، بس يوم واحد أداوم بالشهر، بس أستلم راتبي وأرجع. أنا صارتي 100%، أنا صارتي ما اقدر اداوم. لاخذ الراتب فقط. يا اخ ابو بس اي انا عسكري صاطيني، ما اقدر يعني عند فراش، بس اروح اجيب راتب وارجع، يعني بس يوم واحد ما منطيني، يعني بس تجي تاخذ راتبك وترجع. لا ما ادري، انا خل اسالك سؤال وتجاوبني عليه. انت جريح يعني جراحتك ما تخليك تداوم بعد؟ يعني صار معوق؟ يعني معوق. معوق. يعني انا حتى بالقرار الطبي انا يعني ما اصلح الخدمه العسكريه. ما تصلح الخدمه، هذا الراتب الراتب قانونيا يمشي لك؟ لو لا اكو اجراءات قانونيه مثلا يحيلوك على التقاعد، شنو؟ لا انا لحد الان بعدنا عسكري، يعني ما طلع لنا تقاعد، هو اجراءات ما مو تقاعد، يعني بعدنا عسكريين. ابو احمد تصير صريح وياي، انا اسالك سؤال، تصير صريح وياي؟ لا والله صرح يا سيدي. أحسنتم. أقول يعني أنت أكو لعبة يعني صايرة أنه لا يرفعون ملفك على أنه أنت جريح وقاعد بالبيت، يعني مغطين عليك؟ لو لا، لا لو لا القانون هالشكل. لا لا سيدي، هو القانون احنا طلعت الدفايا، احنا جرحى ولحد الان بعدنا ما مطلعين لنا تقاعد، احنا هواي يعني جي. واحد او اثنين. واضح واضح. انا ادعو لك بالشفاء والصحه والسلامه. الله يسلمك. ترى السؤال بعد ما قلت لك،
لك ليه، بس خلني اعدي لك يعني على السؤال. تفضل. ايه السؤال، فانا من راح اجيب راتبي؟ ايه ما حسبته، نقص بي 86,000 نقص بالراتب مالي. نعم. اي بس ما حسبت قدام الضابط، فالزحام وشو هاي جبت وجيت، وانا تعبان جبت وجيت. ثاني شهر انطاني زياده 50,000 على الراتب مالي. 50,000 زياده. بلي. انا كبيت رجعت، فالولد قالوا انت ليش رجعتن وهذا؟ فذاك الشهر اعطاك يعني 86,000، وهذا الشهر يعني اعطاك زياده 50,000، فانا رجعتن. بقينا انا والولد جدال مشينا، قلت له انا ان شاء الله اخابر او اشوف اي شخص اقل له. واضح. اول شهر طالع، ثاني شهر طالع زياده، بس هو يعني ما يدري. واضح واضح واضح. مشكور ابو احمد، مشكور. الله يعافيك بحق محمد والي محمد. الاخ ابو احمد الله يحفظه، واحد من الاخوه العسكريين الجرحى مصاب، يقول انا ما اداوم لانه عندي عوق، فيعطوني راتب كامل. وانا سالته هذه قضيه قانونيه؟ قال بلي قضيه قانونيه، مو انه مغطين علي وكذا، لا قضية قانونية، هذا ما عندنا مشكلة فيه. يقول أنا لما أخذت الراتب، راتب هالشهر 86,000 دينار نقص، أنا ما حكيت، ما راح يطالب يعني الولد، ما راح يطالب. الشهر اللي بعده أعطوه راتب فيه زيادة 50,000. هنا الولد هذا طيبته وأدبه ورجل ملتزم، يقول شلت 50,000 رجعتهم، قلت أبوي هاي زايدة. فقالوا أصحابه أصدقاء أنه ليش ترجعتها؟ أنت تطلب 86 تطلب من الشهر الماضي. فالجواب يا أخ أبو أحمد، الجواب أنه للأسف الشديد، للأسف الشديد أن نظام الرواتب صاير بهاليدوي هذا، اللي بي سرقات، بي نقص، بي ابتزاز. تدرون أنتو الضابط يعطيك الراتب بس يأخذ منك 50,000، هاي صاير كثير. وهذا أرجو أرجو لمؤسسات الدولة أن يخلون الراتب ضمن حساب بنكي، حتى لا نشوف الضابط ولا نأخذ من الكذا، بالبنك ونأخذ الحساب بما هو. هذه في القضية إن شاء الله تنصلح. ولكن أنت لك حق، يعني من أكو نقص براتبك يعني لك حق، وهذا الحق ما أنطوك إياه، فيجوز لك أن تأخذ هذه الزيادة للشهر الآخر، لأن أنت لك حق عندهم، وهذا الحق جاء إليك يعني أنطوك هذه الزيادة. هذه الزيادة في الواقع كان يمكن لك أن تأخذها، وليس واجبا عليك إرجاعها، مو واجب عليك إرجاعها، لأنه هم قلتوا يعني أنا أقولها بصراحة، هم بالحساب يلعبون، بالحساب يلعبون، وهذا اللي في الواقع يسبب أنه يأخذون شيئا ويعطون آخر. فكان على حال أنه لك، مو أقول واجب، لا لك أن تأخذ هذا الشيء ولا يجب عليك إرجاعه. نعم.